واقعة صعبة، يعني تفاصيل الواقعة. المفروض ان يعني في ولد استدرج ابن خالته، عنده 4 سنوات ونص، المفروض ان هو خد الطفل ويعني جنزره بجنازير وحطه تحت المية. المفروض ان احنا يعني لسه نعرف التفاصيل الكاملة من الجد، هيقول لنا يعني ايه اللي تم وايه اللي حصل وليه الولد اقدم على الفعلة البشعة دي. يعني الطفل تامر عنده 4 سنوات ونص، المفروض ان هو مفيش اي عداوة ما بين طفل وما بين شاب عنده 18 سنة ان هو يعمل فيه كده. اهلا بك يا حبيبي. بلغنا مباحث لازم لنا شويه، وهم لفوا علينا وجابوا لنا ايه؟ لنا ومسك الولد القاتل ان هو قتل اشرف، اشرف قتل تامر امين وجدي، حطه في الميه بجنزير في تحت الميه. احنا مش بيننا وبينه حاجه. طب انت عارف اشرف انت عايز منا ايه؟ صوت حضرتك بس نعلي صوت حضرتك. نعم. شويه. على صوتك شويه. انت عايز منا يا اشرف؟ ده بيني وبينك يا ابني كنت عايز فلوس كنا اديناك بدل ما قتلته. قتلت. انا عايز اعرف حضرتك عرفت التفاصيل الواقعه ازاي، او قالوا لك ايه؟ عرفت ازاي؟ المباحث، جاري المباحث بتاعت الشرعيه دي، هم اللي عملوا كل حاجه. المجهود بتاع المباحث، مجهود المباحث كويس، سيادتك هي اللي عملت كل اللازم، اكثر مننا واكثر من البني ادمين. هتتهمنا حتى جرمنا اسمها طحله وصفيطة ونشوه، لفينا جميع البلاد. يعني قول لي الولد تغيب عن المنزل كام يوم؟ ما في يعني 10 ايام، يعني هو غاب 8 ايام، 8 ايام بالظبط. اكتشفته الجسماني ازاي؟ الحكومه هي كشفت الجثمان، جروه مع الولد، جروه الولد وجروه، هو قال اني في المكان الفلاني، خدوه جابوا صيادين من عندنا دوروا في الميه، لقوه ربطه بجنازير في تحت الميه، وان هو ربطه ان احنا ايه عشان ما يظهرش لنا. في حاجه بس. نعم. صوتك معلش. مش قادر، انا مش قادر عن صوتي، انا مش قادر عن زوري، يعني مش عارف. معلش لو كان مكتفي بجنازير ليه يعني؟ ليه؟ مش بقى عارف عايز منه ايه؟ بينه وبينه ايه؟ ولا حاجه. يعني هو كان عامل الجنازير ده عشان هو ما يطلعش على الميه؟ مش على الميه. عايز منه ايه؟ دي ابن خالته، وخالته كويسه معاه، وجوز خالته كويس معاه، واحنا كويسين معاه. ما انا عايز اعرف هو كان بيدور معاكوا ايه؟ يعني احكي لنا. بيدور معانا زي اي واحد بيدور معانا، ومجهود جامد يعني. يعني اللي تشوفيه تقولي مش هو. احنا شفنا ان الام بتقول ان هو كان بيقولها انا هجيبهولك وارجعهولك وما تخافيش وكده. هو بيقول ما هو مش فراق، ما هو ما تخافيش يا خالتي هجيبهولك تاني. يقتل القتيل ويمشي بجنازته؟ يقتل جنازته. دي ما ينفعش معاها القصاص او الشنج. طب يعني احكي لنا عن القاتل، ايه سلوكه، ايه تصرفاته، وعنده كام سنه؟ 18 سنه وشويه ونص. القاتل عنده 18 سنه، طب والطفل عنده كام سنه؟ 4 ونص. 4 سنين. 4 ونص. هو كان مسافر. كان مسافر ليبيا ورجع. لسه راجع يعني؟ هو ما تمش اسبوع ولا 10 ايام يعني، هو لسه راجع هربا من ما عرفش والله هربان او ما عرفش عنده حاجه، نازل ما فيش علاقه بينه وبينهم. هو ربنا نجاه من الاعصار، هو ما اتعظش وجه يعني، شافش اللي قدام منه هناك، ما شافش الموت هناك، جاي موت ابنه هنا دنايا اني الله يموت دنايا. طب ليه الطفل عمره 4 سنين ونص؟ ساعتك وكمل بيها حافظ جوز عمك وتمه، يعني حافظ جوز عمك تمه، وشاطر ومنبه وحلو وعارف مين وعارف مين. هو علي بيها ولا علي خطبه عشان قال ما تعرفش بينه ايه. حسبنا الله ونعم الوكيل، بس حسبنا الله ونعم الوكيل، فوق ابوه فوق امه، استنقى منهم ربنا ابوه ايمن ايمن ابن حواء ادم نقبه يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل اللي هم مش ربوه، حسبنا الله انك الناس مش ربات ابنه. في التحريات قالوا ايه؟ اعترف بايه يا حاج؟ اعترف ان هو خده ورمى في الميه. ولسه ما تعرفش برضه شغاله عليه. ما نعرفش عنه حاجه، حسبنا الله. يعني ما قالش هو قتله ليه ولا ايه السبب؟ ما اعرفش لسه والله. بقول عايز فدية أو ما أعرفش يعني فدية، ما أنت عايز فدية بتكتبي ليه؟ يعني اللي عايز فدية ده هيخطفه مثلا ويطلب منه يطلب منكم فلوس. بيخطفوا مني أنا وبقول عايز فلوس، خد هديك جلابيتي، هديك حبة عينيا، حبة اللي ورا ولا قدام هديهولك أنا. اللي ورا واللي قدام هديهولك أنا كليته، مش مشكلة عندي. لما لو تموت تموت ضنايا عايز حاجة ليا أنا. قاعدة قد إيه في المية يا حبيبي؟ قعد يعني بسم الله الرحيم 8 أيام. 8 أيام يعني لقيته بالسكة متحللة. ليه ما فيش العظم طالع بس ساتر يا باشا؟ استنجى من ربنا عقبال ما اتحرر جسمه هو وامه وابوه. مين اللي اكتشف قصته ومين اللي عرفه ان هو اللي هو اللي جاب الحكومه خدته وهم اللي جابوه ورفعوه هو قال في المكان ده. طب هم عرفوا مين هو؟ مين اللي عرفه؟ مع البحث، مع البحث محمد بيه وصدق محمد بيه كلهم البحث جابوه هو غصب عنه. ده مجهود مجهود
الشرطة. طيب اهل الولد اللي قتل الطفل قالوا ايه؟ ما عرفش، مش عارف بقى، مش عبرتهم غير دلوقتي ولا عارف عنهم حاجه. يعني بما انكم اهلي يعني رد فعلهم كان ايه ولا عملوا ايه؟ ما تعرفش عنهم حاجه. عالم بيقول لك مش ابننا، ابننا ما عملش كده. انا مش مصدق ان هم ما بيقولوش كده. هم عالم ما ربوش ولا عندهم تربيه ولا فهم تربيه حاجه. الناس دي عالم ماشيين على الشهط والشحه. اهله اتبر منه؟ لا، يعني بيقول لك ابنه ما عملش كده، انما مش ابن مش هيمشي من ورا. مش انتوا طالعين ان هو اللي قتل؟ قالوا مش عايزين يصدقوا ان هو اللي قتل. امشوا اعترف يا عم الحاج. هو اعترف بالحكومه والحكومه قضت عليه وحكم عليه. وما قالش ايه الدافع ان هو يعني حضرتك قلت لنا قبل اللايف ان كان في الاب بيبيع شقه وهو كان يعني احكي لنا. يا بنتي يعني اللي اقدر اقول لك عليه اللي انا عرفته من المحامي او من الحكومه ان هو عارف اولاد بيبيعوا شقق لبعض 200 300 الف جنيه. هو والد تامر الله يرحمه. خلي بالك والد تامر بيبيع شقق لاخوه وليد وكده، فاهم؟ بس الكلام ده من سمعته من امه. من اصلاح. الموضوع فيه فلوس. ان هو سمع الحوار من اصلاح ام الطفل تامر ان هو بيبيعوا شقق لبعض عايزين فلوس. هو اي راجل كان نصب نصبه في ليبيا عايز يعمل نصبه هنا تعالى عليهم. طب انت نصب على نصب في ليبيا وعايز فلوس ما تموتش ابننا وكده. قول يا جماعه لا في وجاي شاري خط جديد شاورنا بالخط ده اللي شاري ده. هو لما سمع ان هم بيبيعوا بيوت لبعض او بيبيعوا حاجه لبعض وهيكون معاهم فلوس ماشي فقرر ان هو يقتله عشان ياخد منهم. طب ماشي ما يخش يقتله انت وانت بتقتله. كان مخطط للجريمه وطلب يعني مش ينفذ القتل يعني الموضوع مش مبرر. رجل الدين دي ما تسالش الا شامبو. ما تسالش الا شامبو. طلباتك ايه حاجة؟ طلبات ينشنك. طلبات ينشنك. مظبوط. يعني ما طلعش موتوه احنا طلع ناكل بس احنا هناكل كل واحد يعني من عالي يعني ربنا يكون في عونك عزم الولد ولد الولد. يعني انا عالي كنت مصنجرنا هو يطلع ياكل. هيا انا الاطفال اللي جار مني يطلعهم يروحوا الحضانه انا اقعد اعيط جيراني تقول ما تزعلش يا عم وجيه. ليه؟ عشان ايه يعني؟ عملنا في الناس دي يا اولاد؟ عملنا في الناس دي احنا بنقول اكلهم من بطني لبن مديلهم سمنه مديلهم سمنه مديلهم. طلب هو تامر ليه اخوات تانيين؟ وبنت واحده ده اول حفيد في العيله ولا ايه؟ هو اول حفيد لابوه. يعني ما فيش اي خلافات بين فيش اي خلافات حاجه ولا خلافات. ابني اقدم عيل عندي هو امين ده راجل محترم. اقدم عيل وعارف ربنا بيصلي وامه وصلاه دي برضه كويسه بتصلي وعارف ربنا برضه. الولد القاتل كان عرفت ابويا حلو مع خالته احسن مني احنا كمان عرفته 100 معاهم. كانت منتصره؟ امه لا ام تامر دي قاعده عند بيت ابوها زياره قاعده اسبوع على ما كان في موضوع بنحله في بيتنا احنا. او احنا نخش الموت جوه. عايزك تقول له كلمه لو هو واقف قدامك دلوقتي هتقول له ايه؟ اموته اذبحه هو وابوه. لو هو ابوه نفسه واقف هذبحه قدام مني عشان ابويا المعرس ما رباش ابنه. طيب مش محترم لو ربى ابنه تربيه صح وابن حلال كان ما كانش عامل كده. دي تربيه حرام. هو الولد ده بتاع مشاكل اصلا؟ ابدا. متابعينا زي ما حضراتكم شفتوا تفاصيل الواقعه مؤلمه والجد يعني مكلوم على الطفل الصغير 4 سنوات ونص زي ما حضراتكم شفتوا تفاصيل واقعه بشعه. الولد قتل ابن خالته وكمان ماشي بيدور عليه معاهم يقول لهم هنلاقيه. حاجه صعبه جدا زي ما حضراتكم شفتوا نقلت لكم الواقعه. متابعينا بشكركم على